بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دائما مع سيد البوذيدي قدس الله سره، ومع آدابه المرضية لسالك طريق الصوفية. واليوم نواصل آدابه وهو عدم لبس فضلة الشيخ. قال فيه سيد البوذيدي قدس الله سره: ومن أدب المريد أن لا يلبس فضلة الشيخ من ثوب أو غيره، فإن أعطاه الشيخ فضلة من حوائجه فليرفعها ويحترمها ويعظمها ويتبرك بها لكونها قريبة العهد من الله، كانت على جسد ليس بينه وبين الله حجاب، ومن لم يأخذها على هذا الوجه فليتركها ولا يأخذها ويعتذر ولا يضره الاعتذار، لأن الشيخ شفيق على المريد، فإن حمل عنه الشيخ القيام بحقوقها فلا بأس بأخذها، واعتذار المريد في عدم أخذها يؤخذ من قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي اعتذرن لربهن بأنهن لا يقدرن على حملها خوفا منهن أن يقعن في سوء الأدب مع الحق تعالى، واعتذارهن شريعة لا حقيقة، إذ هو مصحوب بالأدب، ولو كان عاريا عن الأدب لكان حقيقة، ولو كان حقيقة ما عذرهن الحق تعالى ولكلفهن بالحمل رغما على أنفهن، فتأدب يا أخي يرفع عنك كل مشقة ومحنة ونقمة. أما الأدب التالي فهو عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ. قال فيه سيد البوذيدي قدس الله سره: ومن أدب المريد أن لا يلبس ثوبا جديدا إلا بإذن الشيخ، ولو كان ما قيمته 3 دراهم، لأن الثوب الجديد حرام على المريد الصادق، فإن لبسه فقد زلت قدمه عن طريق الصديقين، وعلامة الفقير الصادق أن يبيع كل ثوب جديد ساقه الحق إليه ويشتري به ثوبا خلقا ويتصدق بما فضل. والثوب الجديد الذي يقوم في الزينة ما قام الثوب البالي من كون النفس لا تنظر إليه ولا الخلق، فلا بأس بلبسه. وأما الجديد الرفيع فلا بد أن يشاور الشيخ في بيعه أو لبسه، فإن لبسه بغير مشورة كان مقتديا بنفسه، إذ الثوب الجديد الرهيف لباس أهل الدنيا، وحرام على أهل الآخرة أن يتزينوا بزينة أهل الدنيا، ومن تزين بزينتهم بطلت نسبته الظاهرة، وإن بطلت النسبة الظاهرة بطلت الباطنة على التحقيق، ولا يكون الفقير فقيرا حتى يكون كاملا ذاتا وصفة، أعني ظاهرا وباطنا، فإن لم يكن على هذا الحال بطل فقره عند المحققين، لأن الظاهر هو الذي يشهد لصاحبه بما في باطنه. وأيضا أما يستحي أن يكذب خلق الله حين ينادونه بما ليس فيه فيقولون له: يا فقير، وهذا التكذيب حقيقة، وأما شريعة فكذبه عليها، فانطهر نفسك يا أخي ظاهرا وباطنا، وإياك والتصنع والتزين بالأقوال دون الأفعال والأحوال، وتخلق بأخلاق الفقراء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز، وإلا فستفضح. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومن علامتهم أن تحن القلوب عند رؤيتهم،
وتنحل الأيدي المعقودة وتخضع لهم الرقاب المتكبرة. وسبب هذا ملازمتهم لأوصافهم من فقر وذل وضعف وعجز وجهل وغير ذلك، اختيارا منهم واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. تركوا الشهوات مع وجودها لديهم محبة في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أردت يا أخي أن تكون منهم فتخلق بأخلاقهم، ومن لم يتخلق بأخلاقهم فلا يطمع في نيل مراتبهم ولو كان على عبادة الثقلين، إلا إن كان له فيهم محبة عظيمة وكان يؤثرهم على نفسه، لأن الفقر والمسكن عنهما تفرعت العبادات كلها. فاسلك يا أخي على يد شيخ يعالج أمراض قلبك وتبرأ من هم الرزق ومن محبة العز والجاه، فإن هذه العلل هي التي قطعت كثيرا من السائرين إلى الله تعالى، وهي عقبة كبيرة، فمن جازها سهل عليه ما بعدها والعكس. فالزم أخي أهل حضرة الله واصبر على مناقشتهم وإقماعهم وإهمالهم لك، فذلك منهم كله حرب مع نفسك الأمارة لا معك. فاصبر حتى يقطعوا بك القواطع التي قطعتك عن الفكرة ومنعتك من دخول الحضرة، فإن صبرت نبت وإن نبت لقحت، وإن لقحت زهرت، وإن زهرت أثمرت، وإذا أثمرت أكلت ووكلت، وما ذلك على الله بعزيز. فتأمل يرحمك الله، فإني طويت لك الطريق بنعت التحقيق، والله عليم حكيم. في الآداب القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.